مرحبا عليكم طلابنا. محاضرتنا اليوم هي الليفر فانكشن تيست. احنا نعرف انه الليفر هو من الاعضاء المهمة بالجسم، وهو عبارة عن عضو كبير يتكون من فصين، وهذول الفصين يستقبلون المواد الغذائية ويعملون على الايض مالهم. طبعا الوحدة الهيكلية هي الفصين، يتكون مجموعة من خلايا الكبد، واحنا نعرف انه الليفر سيل عادة نسميه بالهيباتوسايت. اهميته تكمن بالتمثيل الغذائي وازالة السموم والقضاء على المواد السامة. احنا نعرف انه الميجر فانكشن اوف ذا ليفر راح نشوفها بال كربوهيدرات ميتابوليزم، مثال عليها الجلوكونيوجينيسيس، فات ميتابوليزم مثال عليها اللايبوبروتين سينثيسيس، بروتين سينثيسيس مثال عندنا الكوكيوليشن فاكتور سينثيسيس، ميتابوليزم اند اكسكريشن مثال عليها البايل اللي هي الصفراء، وكذلك نشوفه بال ستورج مثال على الجلايكوجين يخزنه. اريد نعرف شنو البايل. البايل يتكون من حامض الصفراء وملح الصفراء والصبغة الصفراوية. طبعا راح نتكلم الان عن البيلروبين ميتابوليزم. نتكلم عن البيلروبين ميتابوليزم، خلينا نشوف الايض مالته. طبعا احنا نعرف انه يتكون جزء الهيموغلوبين من الدم والجلوبين، يعني الهيم والجلوبين، وهذا الهيم والجلوبين عندما يتم ازاله الخلايا الحمراء من الدوره الدمويه عن طريق الجهاز الشبكي البيطاني بشكل رئيسي يروح الى الطحال، لذلك يتم تحرير الدم ويتحلل الى البورفرين ثم الى البيليفيريدين ثم الى صبغه البيلروبين. 80% من البيلروبين يجي من الهيم جهاز الشبكي البيطاني، لكن اكو الى مصادر اخرى مثال المايوغلوبين والسايتوكروم. البيلروبين ينقسم الى مقترن وغير مقترن، يعني كونجيجيتد وان كونجيجيتد، كونجيجيتد وان كونجيجيتد. البيلروبين غير مقترن ينقل الى مجرى الدم عن طريق الالبومين، يرتبط وياه ويكون غير دائم بالماء، لكن يكون يقدر يزيد بالدهون، ولذلك يقدر يعبر حواجز الخلايا ويدخل الى الدماغ. لذلك احنا جماعه ابو صفار اللي هو جاين باس اللي هو اليرقان دائما نقول من مخاطر انه يدمج البرين، انه يقدر يوصل الى البرين. من يتم عملية الكونجيجيشن، الكونجيجيشن راح تتم عن طريق الاقتران مع الجلوكورونيك اسيد، الجلوكورونيك اسيد بواسطة انزيم اللي هو الكودين الجلوكورونيل ترانسفيريز يو دي بي جي تي. الكونجيجيتد بالروبين مقابل ذوبان بالماء ويتم افرازه في القنوات الصفراوية ويوصل الى الحلق، ويتم تكسيره بفعل البكتيريا الستيوكوبينوجين ويتحول الى صبغه عديمه اللون، ويتم يتاكسد معظمه يوروبيلينوجين في الامعاء بالقولون ويتحول الى صبغه بنيه نسميها ستيركوبيلين اللي هي صبغه ملونه تفرز مع البراز. طيب يتم امتصاص بعض البروبيوتين في القناة الهضمية ويروح إلى الدم عن طريق الوريد البابي ويصل إلى الجهاز الدوران ويتم إفرازه عن طريق الإدرار. 80% من البيليروبين يأتي من الهيموغلوبين مثل ما قلنا، ويتحول 20% يجي من المايوغلوبين. طبعا قياس البيلروبين بالبلازما اختبار غير حساس لوظائف الكبد، لانه غالبا ما يكون طبيعيا في مرضى الكبد في حالات المبكره والامراض الخفيفه. لا يتم الكشف عن البيلروبين في البول، ويعتبر البيلروبين المترافق اللي هو الكونجيجيشن في الادرار مرضيا دائما. طبعا اسباب الاصابه نقسمها الى بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك. البري هيباتيك هو السبب اللي يكون ما قبل وصول البيلروبين الى الكبد، يعني مثال عندنا حالات الهيمولايسس الاشخاص اللي عندهم انحلال دم، هذول السبب مو بالكبد، هذا السبب اصلا هو بالدم، اكو انتاج بيلروبين عالي. الهيباتيك السبب هنا بالكبد يكمن، مثال عندنا الهيباتيتس تليف
وكذلك الانخفاض في فعالية الإنزيم اللي يعمل على الاقتران. عندنا البوست هيباتيك، هنا المشكلة ما بعد الكبد، نشوفها في حالات مثال عادية الجالستون والتضخم في البنكرياس أيضا ممكن يضغط. طيب نشوف هنا إذا كان السبب بري هيباتيك، راح نشوف الهيمولايتيك لابوراتوري فايندينج، يعني من نجي للمختبر شنو البارامترات اللي راح نلاحظها إذا كان بري هيباتيك كوز. راح نشوف زيادة بال ان كونجيجيتد بلوروبين بالال دي اتش بالريتيك ايضا، وزياده بال اليورين يوروبلينوجين، وراح نشوف انخفاض بالهيباتوجلوبين والهيموجلوبين ايضا نشوف انخفاض. طبعا الجويندس ممكن يكون ارتفاع بالان كونجيجيتد وممكن بالكونجيجيتد وممكن اثنينهم سوية. الان راح نشوف اذا كان السبب، اذا كان السبب زيادة البيلوروبين غير المقترن يعني الان كونجيجيتد، الناتج طبعا من زيادة البيلوروبين بمعدل يفوق قدرة الكبد على الاقتران او نقص بنشاط الانزيم المسؤول عن الاقتران، وهذا نشوفه في حالات اللي يسموها البريماتشوريتي. نشوف ايضا فرط البيلوروبين الدم المقترن اللي هم كونجيجيتد، نشوفه بسبب ليك بالكونجيجيتد بيلوروبين من خلايا الكبد او من النظام البايلري سيستم يروح الى الكبد. في حالة انسداد القنوات الصفراوية بالكامل لا يصل البيلوروبين الى القناة الهضمية، لذلك لا يتشكل الاستيروكوبيلين ويصبح البراز شاحبا. احنا اذا كانت السبب انه نشوف مرات البراز شاحب، فراح يكون السبب هو هذا. الان نتكلم عن الانزيمات اللي تكون بالكبد. طبعا احنا نعرف انه الكبد مثل ما قلنا عضو مهم بالجسم والى فعالية كلش عالية بالجسم، ولذلك الايض يكون تقريبا متمركز به، تقريبا متمركز بالكبد. طبعا هذا الايض اللي راح يحكمه واللي راح يؤدي الدور وياه هو الانزيمات الكبدية. الانزيمات الكبدية انزيمات الكبد متنوعة، لذلك احنا من نتكلم عنها من الناحية المرضية، نتكلم عن هذه الانزيمات من الناحية المرضية. راح نشوف هذه الانزيمات اكو قسم منها يصعد في حالات معينة، راح نشوف شنو الفارق ما بين انزيم وانزيم اخر، لانه احنا مثل ما قلنا الايض هو وتحكم انزيمات متعددة. فالان راح نشوف البلازما امينو ترانسفريز اللي هو الترانس امينيز. طبعا الترانس امينيز يصنف الى اصناف متعددة، راح نتكلم عن جزء من هذه الاصناف. طبعا بالكتب يسموها ناقلات الامين، ناقلات الامين. راح نشوف اول انزيم هو الاي ال تي، الاي ال تي اللي هو الالينين امينو ترانسفريز، الالينين امينو ترانسفريز. طبعا اكثر تحديدا لاختلاف وظائف الكبد، اذا هو سبيسيفيك للليفر ديس اوردر. الاي اس تي ايضا اللي هو الاسبارتيت امينو ترانسفريز، نشوف انه الاي اس تي لماذا هو مو اكثر سبيسيفيك، لانه الاي اس تي مرات نلاحظه بالكاردياك ديزيز لذلك هو مو سبيسيفيك، لكن بوث كلا الاي اس تي والاي ال تي يزيدون بالهيبيتايتس اللي هو يؤدي سببه هو سيل دامج، سببه سيل دامج. الاي ال بي اللي هو
الالكالين فوسفاتيز، الكالين فوسفاتيز هذا الانزيم تحريض الانزيم الذي يحفزه الركود الصفراوي، وعندنا الجاما جلوتامين فوسفاتيز جي جي تي جاما جلوتامين ترانسفيريز مؤشر حساس لكنه غير محدد لمرض المرض الكبد الصفراوي اللي نسميه هيباتو بايلاري ديزيز. في الواقع يشير انخفاض نشاط الامينو ترانسفيريز الى انخفاض تلف الخلايا الكبدية، ويشير انخفاض نشاط الالبي الى حل الركود الصفراوي، الى حل الركود الصفراوي اللي هو الكولستاسيس. يعني نشوف دائما الاي او بي نشوفه في حاله الركود الصفراوي. الان نشوف حاله الالبومين بالبلازما، الالبومين بالبلازما الالبومين طبعا يمثل تركيز قدرة الكبد الوظيفية في أمراض الكبد المزمنة. إذا تركيز الألبومين في بلازما أمراض الكبد يعني توليف الكافي وانخفاض التركيز يعني التدهور. ليش؟ لأنه احنا الألبومين يخلق بالكبد، الألبومين يخلق بالكبد. عندنا الآي إن آر، الآي إن آر طبعا هي يعني تعتبر فد اي تي في الوسيله لل في الوسيله الدوليه، يعني يسموها الانترناشونال تولز. قيس نسبه وقت البروثرومبين الى القيمه التحكميه الكنترول، فهو اختبار لنشاط عوامل تخثر البلازما على الفيتامين كي واللي يصنع الكبد. طبعا الكوبيليشن فاكتور يصنع الكبد، لذلك إطالة زمن البروثرومبين غالبا ما يكون صفة مبكرة لمرض الكبد الحاد. راح نشوف الآن الانهيرتد abnormality of bilirubin metabolism، يعني هو الأمراض الوراثية في استقلال أي البيلروبين. راح نشوف إحنا واحدة عندنا جيلبرت سندروم، مرض وراثي سائد يؤدي الى انخفاض نشاط انزيم يو بي بي الى 20-30%، ذلك تقل عمليه اقتران البيلروبين، ويظهر هذا المرض بشكل متقطع وغالبا ما يلاحظ اثناء الاصابه او اثناء الصيام. قد يكون هناك يعني فد اضطراب خفيف و بالبطن مع عدم وجود علامات جسديه غير طبيعيه، الكبد طبيعي من الناحيه النسيجيه ما يكون. يتم التشخيص عن طريق استبعاد الأسباب الأخرى لفرط البيلروبين من خلال الدم. المرض الآخر هو اختفاء الإنزيم المسؤول عن الاقتران. عندنا طبعا سبب جيني، يعني الدوبين ترانسون سندروم يقل افراز البيلروبين المترافق عن طريق الكبد، يعني مشكله راح يصير احتباس. واخيرا هو الروتر سندروم ايضا من المتلازمات الوراثيه. ننتقل الى الليفر ديزيز، امراض الكبد. طبعا امراض الكبد نصنفها الى الاكيوت هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد الحاد، يحدث عاده فيروسات الاي والبي والسي والدي والاي، ومثال عليها يجي ايضا نتيجه ادويه ضغط بالدوزات مالت العلاج، مثال عليها باراسيتول. هناك مرحلتين، مرحله ما قبل حدوث الجويندس يسموها مرحله ما قبل اليرقان، تكون الاعراض غير محدده مثل فقدان الشهيه والشعور بالضيق. بعدها يكون اكو ظهور باليرقان، هنا تكون الامينو ترانسفيريز عاليه جدا والبيلروبين في الادرار مرتفع، لكن البيلروبين في البلازما والفوسفات القاعدي اللي هو الاي ال بي يكون بالبلازما طبيعي.
نلاحظ المرحلة الثانية من عنده، المرحلة الثانية هو المرحلة اللي يسموها ظهور الأعراض. هنا تزداد نسبة البلوروبين بالبلازما والأي أل بي بالبلازما، وينخفض الأمينو ترانسفريز. لا يبدي من يتعافى الشخص، نشوف حالة فيروس أي وإي، يتعافى الشخص تماما ممكن منها، وتتراجع مستويات الإنزيمات إلى مستوى الطبيعي بغضون تقريبا 8 أو 10 أو من 2 إلى 10 أسابيع. في بعض المرضى المصابين بعدوى التهاب الكبد بيوسيو تظل الـ ALP مرتفعة وينتج منها أمراض مزمنة أخرى. طيب نشوف الكرونيك هيبيتايتس اللي هو التهاب الكبد المزمن، هو التهاب كبد أكثر من 6 أشهر. طبعا هنا الأسباب مالته ممكن أوتو أميون هيبيتايتس، ممكن كرونيك إنفكشن مثل ما قلنا بالبي يو سي، وممكن الكهوليك هيبيتايتس سبب كحولي. راح نشوف الآن إذا كان هيبيتايتس أي التهاب الكبد المعدي اللي هو فيروس أي، تنتقل عن طريق الفم عن طريق الطعام، ويتم تشخيص عن طريق الأجسام المضادة الفيروسية مثال الاي جي ام التهاب الكبد، والتي يمكن اكتشافها في بلازما المريض عند ظهور الأعراض، ويشير وجود الأجسام المضادة جي للاتش اي في الى الاصابه السابقه. احنا نعرف الام هو ينطيني انديكيشن عن نيو انفكشن، والجي هو بريفيوس انفكشن. التهاب الكبد بي، التهاب الكبد من نوع بي، ايضا يتم تنتقل عن طريق الدم، يعني عن طريق التناقل بالدم، ويتم تشخيصها من خلال وجود السطوح الفيروسية اللي هي الـ HBS أنتيجين والـ HBC أنتيجين. بعد 8 أسابيع يتظهر الأجسام المضادة، ثم بعد ظهور الأجسام المضادة الـ HBS يتم مضاعفات المرض. عندنا الهيبيتايتس من النوع الآخر اللي هو التهاب الكبد المناعي الذاتي، اللي هو تليف الكبد الصفراوي الأولي، نسميها اوتو اميون هيبيتايتس برايمري بايلري سيروسس. طبعا تحدث بمعدلات 3 مرات بالنساء في منتصف العمر اكثر من الرجال، لذلك يتميزون بتدمير القنوات الصفراويه داخل الكبد، وبالباثولوجي يكون مالها غير معروف، يعني سبب المرض مالها يكون غير معروف، على الرغم من وجود ارتباط قوي بامراض المناعه الذاتيه الاخرى. الأجسام المضادة الذاتية، الأجسام المضادة الميتوكوندريا اللي هي نسموها الأنتي ميتوكوندريا الأنتي بادي، طبعا توجد بشكل متكرر في مصل الدم، وترتفع أنشطة الإنزيمات الناقلة للأمين اللي هو الترانس أمينيز، ويكون هنا إلفت تاريخ مرضي لالتهاب الكبد المناعي الذاتي، ويتطور إلى تليف كبد ممكن، وممكن أنه الوقاية منه إذا بدأنا بالعلاج بشكل مبكر. بقى عندنا مرض اللي هو السيروسيس، اللي يعتبر من أخطر الأمراض اللي يعاني منها الكبد. طبعا السيروسيس يجي لأسباب كثيرة، أسباب كثيرة ممكن تنتج السيروسيس، ومن مضاعفاته انه يفقد الكبد قابليته على الفعاليه مالته. فنشوف هنا السيروسيس هي عمليه تؤدي فيها موت خلايا الكبد مع التجدد الى تليف وتدمير بنيه الكبد الطبيعيه. تشمل اسباب تليف الكبد تناول الكحول، التهاب الكبد المناعي الذاتي اللي قلنا الاوتوميون، والعدوى المزمنه مثل البي والسي فيروس، وداء ترسب الاصبغه الدمويه. تشمل العواقب ضعف تقدم وظائف الكبد، وبالتالي الى الليفر فيلر اللي هو الفشل الكبدي، ونقص الالبومين بالدم، ويكون عند الاستسقاء اللي هو الاحتباس السوائل للجسم. شكرا لكم، واتمنى لكم كل الموفقيه يا رب.
نشوفكم بمحاضرة أخرى.